صباح الخير لكل المشاهدين، بنرجع معكم نهار الاثنين. نحن وياكم نرجع دائما اقوى، لانه كل اسبوع عم نزيد قوه، كل اسبوع العضلات اكيد عم تقوى اكثر، عم يكون عندنا مفهوم احسن واوضح عن التمارين الرياضيه، لانه انتم بتعرفوا قد ما اعطيكم تيبس قد ما اعطيكم حركات رياضيه هذا الشيء مش رح يكون له تاثير فعال عليكم الا اذا بكون في قرار داخلي منكم. بالنهايه نحن عم نحكي كلتشر، عم نحكي ثقافه، بالنهايه اذا مش حيكون عندنا ثقافه الرياضه وثقافه العيش بطريقه كثير صحيه مش حنقدر نتقدم، مش حنقدر نوصل المسج بطريقه مزبوطه. نهار تاني مثل العادي انا بشتغل على اللور بادي، اليوم رح كون عم بتوجه بها الحلقه لسونيا من سوريا، رح نكون عم نشتغل سوا كرمال نحسن اللور بادي تبعنا، عضلات اللور بادي تبعولنا. سونيا انت بدك تنحفي هالاريا، لازم التنحيف في يكون على مستوى كل الاريا عبر كارديو فاسكولار ورك اوت، عبر النظام الغذائي اكيد مهم جدا، وعبر الحركات يلي نحن اخترناها لاليك اللي رح ننفذها سوا. خليني انتقل على اول صوره لافرجيكم اللوكيشن تبع عضلات اللور بادي بالالوان اللي حتشوفون. رح ارجع بعد تاني صورة احكي شوي عن هالعضلات، بنتقل لتاني صورة. اخترت اليوم نعمل كتير لانجز، مشان هيك انا عم فرجيكم البروبر لانج باول من اليمين كيف بتبلش بستاندينج بوزيشن، نرجع بننزل هون عم تعمل الحركة مع ويتس مش بالبودي ويت، نحن رح نعملهم باثنين اليوم وبنرجع لستاندينج بوزيشن، هذا البروسيس تبع اللانجز. خليني ارجع لكان لهوني، لما احكي انا كوادريسابس عم بحكي عن العضلات الموجودين بالمنطقة الأمامية من أعلى الفخذ، ولما أحكي extension لما تكون إجري هيك وأعمل knee extension لقدام بكون أنا عم شغل الكوادريسابس، لما أشتغل بالعكس لورا وأعمل knee flexion لورا هيك بفرجي الصورة بكون عم بشتغل أنا على عضلات الجروب هامسترينج الموجودين بالميل الخلفية. الجلوتس عضلات كتير مهمين، هن أكبر عضلات بجسم، بينقسموا لقسمين كبار وقسم كتير صغير اللي هن الجلوتس ماكسيموس جلوتس ميديس وبعدين جلوتس مينيموس. الجلوتس ماكسيموس هدفه يعمل للهيب اكستنشن لفوق، ما بينما برجع بنتقل الصورة هيدي بتفرجي كل العضلات يلي أنا عم بحكي عنها لليوم، ولكن برجع بنتقل لبعض الصورة لفرجي الحركة من هون. الجلوتس ماكسيموس بعمل فيها هيب اكستنشن لورا، ولكن الجلوتس ميديس ومينيموس بتساعدني اني اعمل شيء اسمه هيب ابدكشن لبرا او لج ابدكشن لبرا. لازم نفهم العضلات شو الفانكشن تبعهم كرمال نقدر نفهم التمرين تبعنا، وانا دائما بقول لما نفهم هيدا البروسيس بعرف درب حالي بطريقه افضل. اكيد عم بتوجه انا للجنرال بابليك بطريقه تكونوا كثير عم تفهموا الموضوع. رح بلش بالسكوات، وقديش انا بشتغل على السكوات تبعيتنا. هيدي الحركة يلي بعملها وكتير من الحركات بتحددها ثلاثة أسبكتس أو ثلاثة عوامل إذا بدكم. أول شيء رينج أوف موشن، ولح فرجيكم كيف، يعني في ناس فيهم يعملوا فول سكوات لتحت من هون أكيد بلا ما نخلي الركب يقطعوا أصابع الإجرين نرجع نطلع لفوق، في ناس فيهم يعملوا هاف سكوات لهون. فاليوم أنا مش ضروري أطلب من بيجنر إنه يكون عم بينزل على الآخر بالحركة. الأسبكت الثاني هو السرعة، في أعملها أنا بسرعة شوي وفي اعملها بسرعه معتدله كمان ميلي للبطء لاقدر اتحكم بالحركه اكثر. العامل الثالث يلي هو عامل كمان كثير مهم وبيعني بقوه الحركه وكيف انا ممكن زيد التشالنج او الصعوبه على الحركه، في يزيد بلايومتريكس، يعني في يكون عم بعمل حركه مثل ما سبقت وقلت هيك، وفي يكون عم بعمل حركه بهالطريقه مع جامب مع جامب جود لاندنج. هدول عوامل بزيدوا من صعوبة الحركة أو بهينوا الحركة، دائما الموديفيكيشن عامل أساسي مهم لكل حركة اللي بنعملهم. رح بلش أنا بريجولر سكوات 10 مرات، 1 2 3 4، معدي مشدودة دائما، 5 6 7 8 9 10. بنتقل لهون كثير مهم تذكروا نحن بنمشي على اجرينا، مشان هيك لور اكستريميتيز تبعولنا لازم يكونوا كثير قوية، عضلاتهم كثير عم بيشتغلوا بطريقه صحيحه. خلينا نعمل ووكينج لانجز معدتي مشدوده من هون، اهم شيء بلش بهالحركه بطريقه كثير صحيحه باجر الشمال، شوفوا البوستشر تبعيتي من فوق لتحت، 1 برجع لهون، 2 3 slowly و4. test yourself قبل ما تعملوا كل حركه، warm up كثير مهم، stretching كثير مهم قبل ما تبلشوا الحركات تبعولكم.
كمان. One more. رح ارجع روح واجي بعد مرة من هون. One more. Okay, switch. Last time. تنفس بطريقة صحيحة مع التي دايما مشدودة. اوكي بيرفكت، رح ارجع اخذ دمبلز، اعمل ستيشنري لونجز من هون، شد المعدة لتحت اند ذن اب، اخذ ارجع البوستر الصحيحة، سويتش then up كمان and up لتحت up لفوق كمان more كمان more Two more to go. Last one. بياخد نفس عميق. Up لفوق. Perfect. لكن حكيت عن gluteus maximus وكيف الهيب flexion أو hip extension لورا. برجع بحكي أنا عن الهيب flexion وبحكي عن الهيب flexors اللي هني موجودين بالميل المقابلة وبيساعدوني أعمل هالحركة. بكل بساطة سو اليوم الحركات كيف بتتقابل كيف تشتغل بعكس بعضها شغل كتير مهمة برجع بعيد gluteus maximus hip extension لورا بقبلها لما نعمل high knee لفوق إذا بدكم hip flexion منشغل hip flexors فلازم هيدول نكون عم نفهم عليهم شوي بطريقة تنقدر إذا بدكم نستثمرهم بالتمارين الرياضية تبعيتنا برجع على السكوات عم اشتغل هلا على وايد بوزيشن اذا بدكم اجري شوي مفتوحين لتحت داون اب لفوق مع تلت لقدام بالهيب اثنين ثلاثه اربعه كمان خمسه سته سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان نوع من أنواع إذا بدكم عم بستعمل البادي ويت تبعي عملت لونجز ستيشنري لونجز لقدام هلا رح أعمل ستيشنري لونجز لورا أنا وعلى ستاب بس رح زيد عليها سايد سكوات كمان يعني داون ذن اب لهون نفس الاجر سويتش سويتش اب كمان لورا معدي دائما مشدوده اذا ما كانوا كل هالحركات سبورتد بالابس تبعولي رح يكون عندي مشكله لاست وان بنتقل لهون باخذ نفس عميق الاجر كلها على الستيب لازم تكون مش هون او غير هيك كلها على الستيب باخذ نفس عميق بفضي and I go up لفوق switch up side لورا كمان more ظهر جالس كمان لاست بعد وحده غير هاي لاست وان معده مشدوده داون بيرفكت باخذ نفس عميق بفضي بنتقل لحركه كتير سامبل للكابس and I go up and down two and down 3 down ولا اهين من هيك 4
داون 5 داون 6 المعده كمان مشدوده عم بتنفس بطريقه صحيحه 7 8 9 and 10 perfect. بعمل stretch ياخد نفس عميق وبفضي switch stretch ياخد نفس عميق switch من هون كمان switch switch لهون على مهلي وجنتلي دايما switch لهون. وانا مشاهدينا بتمنى لكم بدايه اسبوع كثير حلو، اكيد رح تكون حلوه طالما عم نستقبل او انا عم برجع انتقل عند زميلتي رولا. وكمان انا نهاري اكيد رح يكون حلو لما بيبدا معك امين ومع المشاهدين. هيدي كانت افتتاحيه حلقه اليوم عن التفاؤل، قد ايه حلو الواحد انه يتفائل عند الصبح. اذا فينا نحكي تفاؤل، الام بي في هي عنوان التفاؤل وبالاخص لما يكون التنين بلشين معك رولا. تسلم بوجودك امين. انا دائما بقول اذا بنتفائل بالخير بنلاقيه بالرغم من كل الظروف الصعبه اللي عم نواجهها، ان كان اقتصاديا او امنيا. اوقات الشخص بمر بظروف شخصيه صعبه، كمان هلا التجارب لازم تعلمنا الصبر وتقوي ايماننا. وما في تجربه بيقولوا if it doesn't kill you it will make you stronger. مشان هيك انا قلت بلا ما اقاطعك، سوري بدك تكملي. تفضل. مشان هيك قلت انا انه دائما منعود اقوى. العوده الكامباك هي كثير مهمه للانسان. اكزاكتلي دائما وي كم باك سترونجر. نتعلم من اخطائنا، بنتعلم من الاشياء يلي اذا بدك النيجاتيفيتي اللي بتكون حوالينا. ولكن لازم نعرف انه اليوم الانسان دائما بقول انا مثل التي جي في او القطار بيمشي على سكه، ما بتمشي على العالم، بتمشي على اذا بدك على سكه مرسومه لها ولكن بتمشي بطريقه سريعه وما بتطلع وراها. فمشان هيك دائما الستيت اوف مايند اللي نحن بنحط حالنا فيه فالمسؤوليه بترجع لنا دائما. وانا عندي سؤال لك امين، قليلي. هل شي مره مرقت عليك علاقه شعرت انه الشخص اللي معك كثير اتكالي، كثير متعلق فيك لدرجه انه حسيت حالك مخنوق؟ اي دائما اكيد دائما بتصير، لانه نحن بمجتمعنا عاده هيدي من اشياء بيتميز فيها كان الرجل او المراه. فعنا من عاداتنا نحن انه نكون شوي بوسيسيف، نكون شوي عنا هالامور كرمال بنحس انه بنملك دائما الشخص. ولكن لدرجه انه صارت تعكس عليك سلبيا بالزمانات. ايه هيدي بالزمانات مره صارت. بس هيدا موضوعنا اليوم بفاملي، رح نشرح عن ديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر. ما بعرف قد ايه هالحاله عم نواجهها بمجتمعنا ولكن موجوده كثير، وهيدي يمكن هالحاله يمكن اكثر حاله شائعه ضمن الامراض النفسيه اليوم بكل انحاء العالم. ديبندنت بيرسوناليتي، ان كان ديبندنت او اتكاليه على شخص معين او على شيء او ماده معينه. رح نطرح هالموضوع مع ضيفتنا الدكتور الين حسيني وعساف ضمن فاملي بعد بريك. فاذا معك شويه وقت امين بتمنى تتابع معنا بما انه هالحاله مرقت عليك. بريك قصير مشاهدينا، وتحية كبيرة لأمين، ومنشوفكم بعد شوي.